بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وعلى بركة الله تم افتتاح 3 مجسرات ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات في محافظة بغداد. مشروع مجسر الشالشية والمهندسين والرستمية. بدءا أثمن الجهود المبذولة من قبل الكوادر الفنية في وزارة الإسكان والإعمار وأمانة بغداد وكل الجهات الساندة لما بذلوه من جهود مضنية طيلة الفترة الماضية من أجل تنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط لها من تصاميم وكشوفات. وأحيي العاملين من المهندسين العراقيين في كل مراحل التنفيذ بدءا من التخطيط والتصميم والمتابعة والإداريين والفنيين والقانونيين وبالتأكيد دوائر المهندس المقيم التي أثبتت مكانتها وزيادة في خبرتها نتيجة تنفيذ هذه المشاريع. والشكر الجزيل للشركات المنفذة، شركة تركية يلدا لهذا المشروع، وكذلك الشركة الأوكرانية في مشروع الرستمية، وشركة الدانوب في مجسر المهندسين. كل التقدير لجهودهم التي أثبتوا من خلالها التزامهم بتنفيذ المشروع ومعالجة كل التحديات وتنفيذ كل فقرات العقد. بعض الشركات حسب ما أبلغني السيد الوزير إضافات حصلت من عندهم من أجل إنجاح المشروع وتلافي أي حالات نقص في بعض المفاصل التنفيذ. ارتئينا أن يتم مباشرة بفتح هذه المشاريع مع استكمال أعمال رفع الأنقاض حتى نوفر الخدمة بأسرع وقت ممكن للمواطن في بغداد. مع افتتاح هذه المشاريع اليوم أكملنا 5 مشاريع من أصل 16 مشروع في الحزمة الأولى لفك الاختناقات والازدحامات المرورية في العاصمة الحبيبة بغداد. طبعا نشكر المواطن البغدادي على تحمله لمعاناة الازدحام والتحويلات، لكن هذا الصبر أثمر اليوم عن افتتاح هذا المشروع الذي يوفر الانسيابية في الحركة والتنقل. كانت هناك أكثر من دائرة ومؤسسة مدنية وأمنية ساندة لجهود الأخوة في الوزارة والشركات المنفذة وفي المقدمة دائرة المرور في وزارة الداخلية، فكل التقدير لهم، ونأمل أن تساهم هذه المشاريع في دعم خططهم لتسهيل حركة ومرور المواطنين. الحكومة مستمرة في مشوارها وتنفيذ وعودها أمام أبناء الشعب في تنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات. لدينا مشاريع إن شاء الله على مستوى الجسور والمجسرات، 4 مشاريع في الأنبار والديوانية وذي قار وميسان سوف يتم افتتاحها خلال الأشهر 3 القادمة. بنفس الوقت نستمر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في كل المحافظات، في كل الأغذية، في كل النواحي، تنفيذا لرؤية الحكومة في أهمية بناء بنى تحتية أساسية توفر الخدمة للمواطن وتهيئ المدن والمحافظات لعملية تنموية ونهضة اقتصادية نخطط لها لبناء عراقنا الجديد. فكل التقدير والاحترام للجهود التي بذلت، ونأمل أن نستمر بنفس الهمة لإكمال باقي المشاريع التي من المؤمل أن يتم افتتاحها خلال هذا العام. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.